ايه ده؟ بص ايه البند ده، حلو جدا. طب ما تقراه يا ابني. كيف تختفي في عالم الجن عن طريق الحزق؟ تعرف تحزق فخر؟ دي مفارقه؟ لا والله مش مفارقه ولا حاجه، هو مكتوب هنا اهو. اذا حزقت بضمير ففي خلال ثواني تكون قد اختفيت. تعرف تحزق؟ يا عم بعرف احزق بس انا ما عنديش امساك. مش الحزق بتاع الامساك، الحزق اللي هو كده ده. حلو، ما دام انت عارفه يبقى عاملها يلا. طب ما تجرب انت يا فخر. يا ابني انت اللي اكتشفت الموضوع، يعني انت المكتشف، يلا جربها. مش خطر يا فخر؟ لا مش خطر خالص، وحتى لو خطر محدش مات وهو بيحزق يا بابا. يلا. طيب ماشي، بس انا بقى نجرب. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بس عندي افتاء بس فده. يلا يلا يلا. ايوه ايوه يلا كمل يلا. صح. انجز. ايه ده يا ناصر؟ يخرب بيتك، انت عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت قعدت تظهر وتختفي كده، تظهر وتختفي. احزق حزقية حلوة بقى يمكن تختفي. ايوه بس مش قادر، نفسك انا هيتقطع. معلش معلش، حزقية حلوة سيء. والله نفسي اتقطع، كان هيجيلي افتاء. الله يلا يلا. طب اخد نفسك. لو خدت نفسك مش هتعملها. طبعا. حزقية حلوة بقى من بتوع سيكا. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد ولا سيد؟ افخر انا مش شايفك دلوقتي، انت اختفيت خالص. بجد انت مش شايفني؟ مش شايفك خالص والله يا سيد. طب خلاص بقى ارجع يلا. ارجع ايه؟ ما اعرفش ارجع ازاي، ما قريتش ده في الكتاب. الله يخرب بيتك. طب ليه ما كملتش اخر سطر يا ابني عشان تعرف طريقه الرجوع؟ وخلاص اللي حصل بقى فخر. انا خايف اوي فخر، ومحجرين الخنقه جت. ما ينفعش تعيا هنا، ما ينفعش تعيا خالص هنا يا سيد. اهدى كده، خلينا نشوف هترجع ازاي. طب كمل السطر كده في الكتاب وارجع. ما هو الكتاب برضه مختفي، فالصفحات مش باينه، مش عارف اقرا. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. طب بقول لك يا سيد، معلش جرب اخر حاجه، احزق حزقه كمان كده يمكن ترجع. ده احسن اموت بقى خالص المره دي. يا عم ما تخافش، جرب بس احزق حزقه كمان. بس انا هجرب. رجعت اهو. بس بقول لك يا فخر، جامده قوي. ما تحورش. والله العظيم جامده جدا، ده انا شفت حاجات عمري ما شفتها في حياتي. بجد؟ لازم تجربها بنفسك. يا عم مش عايزين نضيع وقت بقى، خلينا نخلص يا سيد. والله بقى فخر، جربها مره واحده بس. يا ابني انا كمان والله نفسي اجربها، بس مش عايز نبقى بنلعب يا سيد واحنا عندنا شغل يعني. يا فخر ده هي مره يا فخر، ده انا نفسي اشوفك وانت بتختفي، عمري ما شفتك وانت بتختفي يا فخر. مرايه. مره والله مش هطلبها منك. ما تقعدش تعيدها. مره خلاص. تمام. يا ابن الحزيقة، ده انت اختفيت في ثانية ورجعت في ثانية كمان. هي دي بقى مستر الرياضي لما يحزق. شفت بقى؟ بس في سؤال معلش. اللي احنا عملناه ده هيفيدنا بإيه؟ هنقدم في السيرك مثلا، هنعمل الكور كده، هننام على مسامير عريانين، ده هيفيدنا بإيه؟ ها؟ ها؟ شوف الكتاب يا سيد مكتوب فيه إيه عشان نخلص من المكان اللي احنا فيه ده ونرجع تاني. يلا يا سيد. ممكن قبل ما اشوف حاجه مفيده في الكتاب نعملها اعمل حاجه واحده بس الاول، ودي هتساعدنا ان شاء الله. طب يلا يا بابا. اقسم بالله عارف ان انت عيل تافه وهتعملها تاني. اخلص يا سيد، ما عندناش وقت. مفارقه. انت هتستهبل يلا؟ بتهزر معايا ليه؟ ما انا دي مفارقه. مفارقه ايه؟ لا ما تعملش مفارقات. انجز، خلينا نمشي من هنا. حاضر يا عم. طب اهدى بس يا فخر، انا اسف والله. انا بتخض يا سيد، انا معرفش ان انت جبان وخواف وهفق. والله يا فخر. طب اقعد، طب عشان ما تضحكش هنا على الترابيزه.